محددة جغرافيا ب 270 ألف كيلومتر مربع، فيها ريون، سمارة، بوشدور، دحلة، أوسر، بيزازران، كتلة زمور، مجموعة المدن. أنا عارف المغاربة ما كيعرفوهمش. هاد الشيء كيعرفو الكاسين خدامين الوالا، كيعرفو إسبانيا كاملة. ولكن الصحة ما يعرفوهاش. دونك المسألة هي مسألة ديال واش المواطن المغربي كان عنده معلومة على أنه يعرف الصحراء. باش نعرفو الصحراء خصنا نعرفو الناس ديالها. في الساحل قبايل، معناها انا كنجيو نهضرو في التيحه في الساحل، كل واحد كيجوج نطريق كل ربعه، واش من حيث واش من لعيبه واش من دونك راه عيلتي هنا انا باش نهضر في الساحل، خصني عارف الناس ديالها، الاهل ديالها، السكان ديالها، المنطقه ديالها. المشكل انا ما بغيتش علاش بديت بهذه الطريقه، لان باش المواطن المغربي يدافع على مغربية الصحراء ما يدافعش عليها، ما يدافعش عليها بالجملة الصحراء المغربية نقطة وشاصة، لا، سيدافع عليها بإلمام معرفة. الصحراء موضوع طويل، موضوع متعدد الجوانب. الأستاذ ناول موضوع على المستوى القانون الدولي وفيه قراءات متعددة. فيه احنا المغاربة كيفاش كندافعوا، فيه البوليزاريو كيفاش كيدافعوا، فيه الجزائر كيفاش كتدافع، راه كلشي كيجبد من جهة. بحنا هنا مطالبين أننا نقولوا على الأقل، على الأقل نقولوا عندنا إلمام، بما أننا هذا النضال الوطني، الحركة الوطنية والنضال ديال الأحزاب السياسية خرجت قضية الصحراء من قضية ديال واحد الفئة إلى قضية الشعب المغربي، ونتعلموا شنو هي الصحراء المغربي. باش ندخلوا في الموضوع أنا، هذا المشكل مين جا؟ كيفاش جا؟ الموضوع بدا الإرهاصات ديالو الأولى بدات وهي في عملية تراكم، في عملية تراكم. كما قال الأستاذ نورالدين هو أنه المغرب كنقسم استعماليا منطقتين، المنطقة الوسطى هي منطقة فرنسية، منطقة الشمال المنطقة الجنوبية المنطقة ديال إسبانيا. 56 شبان استقلال قتل الجنوب، الجنوب بقات في مناطق كان 56 كان مشكل مطروح في المغرب، مشكل سياسي، واللي كيدير السياسه كيعرف ان الحركه الوطنيه ما كانتش في علاقه، في علاقه تلاحم صافي. كان النقاش في المغرب مطروح، كان الصراع سياسي ما بين القصر وما بين الحركه الوطنيه، ما بين القصر وبين جيش التحرير. جيش التحرير كان كيعتبر على ان المساله خصنا نهبطوا نحرروا الصحراء. أنا المهمة ديال الجيش التحرير هو أنني نهول نحرر الصحراء، نهول ماشي نحرر التوميليا. باقي بما أننا كان هناك نقاش ديال أنه كاين ظروف مواتية، أنا ما يمكنش أننا نحطوا السلاح ونحطوا المينا، باقي عندنا الاستعمار. دونك كان مطلب ديال الجيش التحرير في التوافق مع القصر الملكي مع محمد الخامس على أنه يهود يدير عمليات ديال التحرير ديال الجنوب. وهنا خصنا نوقفوا، نوقفوا لأنه من أصعب العمليات اللي دارت عملية ديال الجيش التحرير في الجنوب. راه من 56 57 58 غيوقع الجيش التحرير النهاية. وقف على أنه داروا مجموعة العمليات، أولى العمليات في الجيش التحرير ما دارتش في الصحراء المحتلة إسبانيا، دارت في موريتانيا. جيش التحرير استغل الصراع القائم ما بين إسبانيا وفرنسا، في تعرفوا أن إسبانيا كانت أقرب من هتلر والنازية الألمانية والموسوليني في إيطاليا، وبالتالي كان فرنسا عندها حساسة تاريخية مع نظام فرانكو، دونك مكانش توافق. اسبانيا بغات تستغل المسألة، تستغل المسألة أنه أنا أخي جيش التحرير باغي يدير المقاومة باش يديرها في موريتانيا، كي كتسهلوا العملية يدوز. شكون هو جيش التحرير؟ هما سكان الصحراء. أنا أقول لكم واحد المسألة، كان واحد المؤتمر في 1956 سماه مؤتمر أم الشكاك، هذا قبل ما يبداو العملية. كيفاش مهد المؤتمر
عملية كومشتات دا في العيون دا في 1956 شكيك قلت توصية المؤتمر وهنا هي ممكن ترجعون مراجع إسبانيا ومراجع ديال مركز دراسات الصحراوية شكيك قلت توصية المشكلة يجب أن يرفرف العالم المغربي فوق كامل تراب الصحراء المغربية الدراهم لا تدفع إلى السلطات الصينية إلا بعد صدور الظهير الشريف يوقعه السلطات يعطي الأمر لذلك ضرورة مقاومة السياسة الصهيونية الرامية لتغزيب المغرب أن يقوم سكان الصحراء بحمس سلاح ضد الاستعمار الإسباني في الصحراء إفادة وهدنة الصحراء إلى الرباط يجدد البيعة للملك بسبب السلطة الشرعية الوحيدة المغربية هذا الشيء اللي كان يدور في 1956 ما كاين لا بوليزاريو ولا جزائر اسمعنا والو الناس بشدة المقاومة داروا المقاومة داروا المقاومة ضربوا فرنسا ضربوا فرنسا في قصوى هي لحظة اللي جايين يضربوها في الزويرات الزويرات في موريتانيا هاد الزويرات فرنسا شبرت فيها كعبة الحديد أول سيدة إذا شي واحد كيعرف الخريطة ديال موريتانيا أجبر السكة الدرب السكة ديال القطار أنها شبرة من موريتانيا النوادي والنوادي هو الميناء الحديد من المعبد الميناء مشابه دونك المقاومة ضربت في وسط موريتانيا فرنسا تهل اسبانيا بالتواطؤ اسبانيا ماشي كانت انها غبية كانت تستمر على انها عباد الله هما كيكونوا المقاومة كانت مقاومة مقاومة بدون امكانية لوجستيكية عسكرية مع متطورة بل كانت امكانية بسيطة جدا فرنسا اعتبرت ان اسبانيا متواطئة اسبانيا حتى انا ماشي متواطئة اسبانيا خاصها الصعيد إيه فرنسا تكسر علاش؟ لأن فرانكو كيعيش العزلة فرانكو كان كيعيش عزلة دولية خصو اللي فيتح شو اللي فتح غيتحالف مع فرنسا غيتحالف مع فرنسا غيديروا معركة غيديروا واحد العملية اسمها شطارة إيكوفيون معركة إيكوفيون 1958 حنا كنهضرو شي حاجة ما عرفتش علاش كنهضرو شي حاجة 1958 دارت في هذه المعركة هذه استعملت فرنسا واسبانيا 149 طائرة حربية استعملت فيها بارجة حربية الصواريخ اللي كتضرب أمريكان من كتضرب أمريكان في سوريا كتضرب بارجة حربية دونك هذه المرحلة الجيش الحالي تلات نقط إمكانياته بالمواطنين أعطى ضحايا أعطى شهداء أعطى حاولوا الناس هذه المعركة هذه حطتنا 130,000 نازح من المنطقة ديال الاستعمار الإسباني طلعت في حيلة من جهة كلمين طنطان طفايا اللي ما خصهاش يدخلوا راه في منطقة الاستعمار ماشي الصحراء هذيك اللي كنهضروا عليها هذيك الصحراء المغربية والوسطى المغربية وكنا والو دونك وقع المشكل ديال من بعد طرح المشكل ديال جيش التحرير مع الضحايا كنعرفوا ما كان السياسي ما حتى تجدد سياسي المغرب متوتر ما كانش الصفا السياسي الوضع الداخلي وضع مهتز فهمتي الاحزاب الوطنيه كتنافس مع القصع الحوس صلاحيات السلطات والسياسه دونك كانت عمليه كنعرفوا المغرب عاش اشكالات داخليه متوتره 65 حل البرلمان كان اشكال الوضع هاد الناس خلوا وداخل الجيش التحرير ما كاينش انسجام داخل الجيش التحرير كان شي ضد الملك شي مع الملك شي ضد بعض كذا شي ضد كذا كان بزاف ديال التمثيل خلى جروح عن عباد الله ماشي الاستعمار تاع الجيش التحرير في الصراع الداخلي ديالو والتصفيه ديالو خلى جروح هذا ممكن الانسان ما بقاش يحتمل وهاد المرحله هادي هاد الشباب في الصحراء واحد الراجل اسمه سيدي أحمد البصيري في 1970 راجل قرا في بني بلاد قرا في غزة كما قريتو في مصر مشى لسوريا رجع من سوريا رجع من غزة وهو أصول صحراوية ولكن ولد بني بلاد أول بالعيون أول كلمين خصو يدخل للعيون دخل للعيون تبع الاعتقال ديالو دخل للعيون تبع الاعتقال ديالو تتبناو القبائل قالوا راه عباد الله هذا ولد البلاد قال لي يدخل هذا الشيء دخل كان ديك الساعه اسبانيا في عمليه تحويل الصحراء الى اقليم اسباني
كتعرفوا كامل نوجهوا بين الفوسفات، لان الفوسفات تم اكتشاف ديالو مؤخرا، تكتشف ديالو 340، ولكن عمليا الاستخراج ديالو تم 67 660، وعن طريق دايره هي اتفاقات مع مجموعه شركات امريكيه استراليه انجليزيه في المنطقه. دونك اسبانيا عاد بان لها ان الصحه فيها شويه الرزاق، عن المقدمه كنستغل، ودوك ان اسبانيا عاد تستغل الصحه الانطلاقه ان كالارياس ولاسبالماس قريبه ليلا. دونك عمليه ماركو كيمشي كيجي كيجي الامور حنا ماشي. هذا الرجل هذا هو تسمى وجماع الصحراوي، راه ماشي صحراوي، راه هو بريم الدار جماع الصحراوي، بمعنى ان الصحراء كان دائما علاقات مغربيه، اللي كنهضر عليه باقي في 70. دونك هذا الرجل جماع كانت اسبانيا كتستعد في 72 كتستعد لانها تحول المنطقه الى مقاطعه اسبانيه رسميه. دونك اسبانيا كتفكر طبعا جيش التحرير، القبائل شويه ما متفقينش معاها، دونك بغات على انها تحول اقليميا. حيت هذا الرجل عنده واحد المعركه، هذه المعركه اسمها معركه الزمن، وهي منطقه دارت معركه حطت تم تدخل الجيش امام متظاهرين سلميين، متظاهرين سلميين عطانا شهداء، عطانا معتقلين، هربوا الناس، الناس هربت، شي مشى لتندوف، شي مشى لموريتانيا، شي مشى كذا، شي طلع في حالو البوليميك، وطلع في حالو الوطرعه وهذا. هنايا الناس عاوتاني فلوس ولا الاحزاب السياسيه ما كتهضرش، كلشي ساكت، ما عرفتش واش كان المشكل ديال التواصل، واش كان المشكل ديال. في هذه المرحله كان واحد الشباب صحراوي كيقرا في الرباط. اي رباط كازا شي كذا الدم، شي كذا الحقوق، شي كذا. هذا الشباب الصحراوي قال حنايا شباب، وتعرفوا ديك الساعه كان كيفارا، شي كيفارا في امريكا اللاتينيه، كان اليسار كان الاتحاد السوفيتي عاطي اليمين وماركس ومينا والعالم الشيوعيه والعالم وحركه التحرر في افريقيا، وحركه التحرر في امريكا اللاتينيه. دونك الشباب كان شباب يا شباب قادر على انه هذه الاحلام ديال الثوره ولا انه ممكن انه تا هو يساهم في تحرير تحرير الصحراء من الاستعمار الاسباني. واحد الشباب شاف اعلان ديال اعلان الصويره في 21 شخصيه التاريخ راه يثبت ذلك، راه بقى عندهم في الحماده. دونك بداو هنا يلاحظوا السحاب، يلاحظوا السحاب هو المشكل المغربي المغربي، ولازم نحكي المغرب حولاتي. ولكن الوضع ما كانش هيدا، كان وضع دولي متربص. المغرب كان يميل نحو الغرب، الجزائر تميل نحو الشرق، ليبيا في الشرق اصلا، القذافي في الشرق اصلا. دونك المساله تحولت من صراع من اشكال مغربي مع ولادو متمردين او لا حركه او لا الى مشكل دولي سيتم ذلك. انا مستسلم انه على انهم انهم جمهوريه وهميه، ولكن الجمهوريه بالنسبه لنا اعتبروها هنا وقع المشكل. لكن خير معايا الناس جاو قالوا حنايا دوله وداروا استفتاح عليها، هما ما استفتاو حتى واحد، ما تقولوا راعي الشعب الصحراوي ولا راعي السكنه الصحراويه، راعي كما كيسميوها الاحزاب كيسميوها، ما سولوا حتى واحد، جاو وعلنوا انه دوله ما سولوا حتى واحد، حيت المنطقه كتشي منطقه فيها علومه هما شباب، ولكن كانت منطقه فيها اباء واجداد اللي كانت عندهم تصويرات واحد من خمس دار، كان اللي عندهم تصويرات واحد من خمس دار، كانوا بالنسبه لواحد من خمس شخصيه مقدسه. من 76 ل 91 هذه مرحلة حرب، نتمنى ما ترجعش، حرب خيبة عطت شهداء عند المغاربة، عطت ناس ماتوا، حرب عطت عائلات مشردة، حرب عطت ناس خافت ما عرفتش كيف تمشي، شي مشى لأوروبا، شي مشى لأسبالماس، شي مشى لموريتانيا، شي مشى لمالي، شي مشى للجزائر، شي مشى شي طلع حلو المغرب، شي ناس خافت عطت الحرب.
الحرب العالميه تبقى في 91 مسلسل وفي تم اتفاق بين المغرب والامم المتحده واتفاق بين الامم المتحده والبوليساريو، ماشي اتفاق بين المغرب والبوليساريو، اتفاق بين المغرب والامم المتحده واتفاق بين الامم المتحده والبوليساريو، ما كانش اتفاق ثنائي. حنا كنا نوقفوا الاتفاق النار، علاش؟ كنا كنقولوا على ان الحرب هذه زادت شي نتائج، نتمناو على انه الحلول السلميه و دونك درنا